على تدريبة النهارده اللي شفنا منها لقطات لحظات وصول لاعيبة الأهلي لملعب التدريب. يا فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بضيوفك الكرام واصدقائي الاعزاء بلال محسن واحمد مصطفى، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طب يعني نمره واحد ما تلخبطنيش، يعني حسسني كده ان في اتساق في الكلام. انت قلت لي امبارح درجه الحراره 11 والدنيا بتمطر، النهارده انت مصيف، طب ايه القصه بالظبط؟ يعني الجو اخباره ايه عندك الاول؟ يعني لا الجو درجة الحرارة حاليا بتتكلم في 18 درجة، يعني درجة الحرارة كويسة جدا النهاردة، ما فيش سقوط أمطار، يعني تقدر تقول زميلي أحمد أنت بتشوف الأربع فصول بتوع السنة في يوم واحد، لكن النهاردة الجو أفضل بكتير جدا من أمس. يعني امبارح كان سقوط أمطار بغزارة على مدار ساعات، أثناء طبعا النادي الأهلي هو بيخوض المران المسائي، لكن النهاردة الجو ممتع. بس عموما زميلي أحمد سواء سقوط الأمطار أو الجو الحالي، هو الجو بصفة عامة ممتع جدا في النمسا. طيب نطمن منك على تاني ايام. انا عرفت ان مستر كولر النهارده قرر انه التمرين يكون على فتره واحده بس، اللي مفترض انها هتبدا كمان دقائق. نطمن منك على اليوم مشي ازاي، الاجواء داخل المعسكر، تطمني على يعني ازاي تعامل المستجدين بقى، خلينا نقول، او العائدين مره تانية. انا شايف كده جو فن في الموضوع، لعيبه رايحه بعجل ولعيبه شايله بعض، فتحكي لنا كده اليوم مشي ازاي يا فاروق. طبعا زميلي احمد انت عارف ان في الوقت اللي انا بكلمك حاليا النادي الاهلي بيخوض التدريب المسائي اللي كان في تمام الساعه الخامسه بتوقيت النمسا، السادسه بتوقيت القاهره. جوانب فنيه وجوانب خططيه كتير جدا بيشتغل عليها مستر مارسيل كولر، وخليني اقول لك يعني ان هو يعني من اول تدريب اشتغل على جوانب بدنيه طبعا طبقا للقياسات البدنيه اللي كان اجراها الفريق قبل القدوم الى النمسا، ثم في تركيز كبير جدا يعني شافوا ولمسوا من مستر كولر على الناحيه الهجوميه وازاي ان انا اقدر استغل المحاور الهجوميه. اتكلم طبعا مع اللاعبين، قال الموسم الماضي احنا كنا بنوصل كتير للجون، لكن الفعاليه الهجوميه كانت في يعني بيبقى في قصور شويه في الفعاليه الهجوميه، المفترض ان انا يعني كل مباراه بوصل بعدد كبير جدا من الفرص، فبيطلب اللعيبه ان انا استغل اكبر قدر. في قصور عندنا، وبالتالي هو بدأ يشتغل شغل تخصصي شويه في الايام الماضيه واليوم طبعا على الجوانب الخططيه وان انا انوع المحاور الهجوميه للنادي الاهلي. اعتقد دي امور مهمه جدا لمستر كولر. اليوم طبعا زميلي احمد انت عارف يعني بقى في بقى المعسكرات والجوانب الترفيهيه والجوانب ان انت تخرج شويه من ضغوط المعسكر والتدريبات، بيبقى فيه طبعا كده بعض الجوانب الترفيهيه. كابتن الشناوي وعلي معلول بقى بالعجله لملعب التدريب، وخليني اقول لك ان ملاعب التدريب هنا بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بثلاث دقائق، يعني هو المنتجع بيحتوي على الملاعب، فبالتالي يعني نزول اللعيبه للملعب التدريب بالعجله بيبقى يعني جانب ترفيهي شويه من اللاعبين. خليني اقول لك ايضا ان يعني في بعض الالعاب اللعيبه بقى عاملين دورات كده في البلاي ستيشن ما بين اللاعب النادي الاهلي، ليه نظام بطوله كده بنظام المجموعات وبعد كده يخش لمرحله خروج المغلوب. لكن طاهر محمد طاهر خليني اقول لك ان هو بيتفوق حتى الان، كل اللعيبه طبعا بتشارك في هذه البطوله، لكن بعض الالعاب الترفيهيه مستر كولر اتفضل يا فاروق. فيعني انا عايز اقول لك ان مستر كولر طبعا اجتماعات مستمره جدا طبعا مع الكابتن خالد بيبو مع افراد الجهاز الفني، حاول يعني يعقد اكتر من جلسه مع اللاعبين، بيتكلم من بعض مع بعض اللاعبين على الانفراد. النقطه المهمه جدا زميلي احمد في مجمل كلامك وفي سياق كلامك، نقطه مهمه جدا اللعيبه الجديده او اللعيبه العائده من الاصابه. خليني اقول لك يعني رضا سليم، انا يعني من اللي انا لامسه من التدريب من على مدار التدريبات اللي احنا شفناها، اعتقد هيبقى واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها هذا الموسم. خلاص دخل في الاجواء سريعا، مردوده في الملعب يعني انت بتشوفه في بعض الجوانب الخططيه اللي بيطلبها منه مستر كولر بيأديها بشكل متميز جدا. اعتقد هتبقى المنافسه شرسه جدا ما بين اطراف النادي الاهلي ومركز الجناح في النادي الاهلي في ظل الحاله اللي عليها اللاعبين
اللاعبين طبعا مع احمد عبد القادر اللي بيظهر بشكل متميز، قفشه وبيرستا وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر. عايز اقول لك ان مستر كولر بيعقد جلسات مع كل لاعب على انفراد، الا انا محتاجه منك الفرصه الموسم الماضي لازم نستغل ونبني على اللي حصل من الموسم الماضي، خاصه ان احنا هيكون عندنا بدايه الموسم ان شاء الله بطوله مهمه جدا هي بطوله السوبر الافريقي، اللي تكون بدايه موفقه ان شاء الله للنادي الاهلي. عايز اطمنك ايضا زميلي احمد ان النهارده توجه لاكرم توفيق وكريم فؤاد الى الطبيب الفينكا النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي للاطمئنان، وان هو خلاص يدي التصريح الاخير. طبعا زميلي احمد اللعبه كانت بدات مرحله التاهيل في احد مراكز التاهيل في الدوحه، المراكز الطبيه، وخاضوا يعني فتره التاهيل بشكل متميز جدا. جه جزء ثاني اللي هو يشاركوا في التدريبات الجماعيه. المرحلة الأخيرة طبعا هي مرحلة خلاص ان هم يبدأوا ياخدوا يشاركوا في الالتحامات، يشاركوا في المباريات، فبالتالي مستر فينك النهاردة هيدي تصريح. لكن خليني اقول لك الاتصالات اللي ما بينه وما بين افراد الجهاز الطبي في النادي الاهلي طبعا موجود معاهم الدكتور محمد وفائي، ببشرك ان شاء الله بالاطمئنان على اللاعبين، اعتقد ان شاء الله عودتهم تكون اضافة قوية جدا لفريق النادي الاهلي، وبالتالي هم بيتغيبوا عن تدريب الاهلي اليوم، لكن كل الاجواء اللي احنا لمسينها من اللاعبين من الافراد الجهاز الفني ان شاء الله موسم قادم هيكون سعيد على كل جماهير النادي الاهلي، مليء بالبطولات، التركيز، الانسجام، يعني حاله الصفاء الذهني زميلي احمد اللي احنا بنعيشها مع اللاعبين هنا في المعسكر، اعتقد مردودها هيكون مميز جدا على لاعبي النادي الاهلي. طيب خليني قبل ما اروح لقصه المنتخب اعرف منك البرنامج بتاع الاهلي في الايام اللي جايه، يعني كان مفترض انه هيكون في مباراتين اللي تم التاكيد عليه واللي سمعناه هنا ان في هتكون مباراه مع فريق سلوفيني يوم 5 سبتمبر، هل ممكن يكون في او بيتم التحضير لمباريات تانية ولا هيتم الاكتفاء بالمباراه دي؟ يعني خليني زميل احمد اقول لك في هذا السياق او في هذا الامر بالتحديد، يعني في كلام متقال من بعض المواقع او على السوشيال ميديا خاص بان النادي الاهلي كان في مباراه واتلغت بسبب الاصابات، الكلام ده غير صحيح بالمره. من الاصل النادي الاهلي لم يعلن عن ان في مباراه، ما كانش في مباراه، والنادي الاهلي لم يعلن عن هذا الامر. اي نادي يعني بيعلن عن هذه المباراه هو بيكون بيتحمل يعني هذا الامر، لكن زي ما حضرتك قلت زميلي احمد ان المباراه اللي تم التاكيد عليها المباراه يوم 5/9 امام بطل الدوري السلوفيني نادي ماريبو، بطل الدوري السلوفيني، واحد يعني مباراه تكون قويه جدا لان ده بطل الدوري وبيشارك في الدوري تصفيات دوري ابطال اوروبا، اعتقد تكون مواجهه قويه وختام يكون مهم جدا للنادي الاهلي في هذا المعسكر، ويكون ختام قوي جدا يكون من خلاله مستر كولر طبعا وقف على مستوى بعض اللاعبين، خاصه انها تكون هي المواجهه الاخيره قبل مواجهه السوبر باذن الله. طيب الجزء الثاني، انا عرفت النهارده انه بيرسي تاو تلقى استدعاء رسمي من هيجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا عشان يشارك مع منتخب جنوب افريقيا في مباراتين، اعتقد واحده منهم مع الكونغو، مش فاكر ماتش تاني مع مين. وطبعا امبارح تابعنا قائمه المنتخب اللي اختارها مستر روي فيتوريا واللي اعلن فيها عن انضمام 4 لعيبه من النادي الاهلي. ايه قصه بقى المشاركه مع المنتخبات الدوليه والاهلي ازاي بيبص لده؟ راي مستر كولر، ردود الافعال عند كابتن خالد بيبو مدير الكره، عايز اعرف قصه الاجنده الدوليه. يعني زميلي احمد خليني يعني اتكلم في هذا الامر، اعتقد ضيوفك الكرام اكيد هيتكلموا في هذه النقطه. فتره الاعداد مهمه جدا وبتبقى حاجه من الامور المهمه جدا اللي بيبان عليها القوام، بتضع عليها القوام الاساسي للفريق على مدار الموسم. كابتن خالد بيبو مستر مارسيل كولر في كلامهم طبعا اكيد عايزين هذا الامر وان يكون اللعيبه كلها موجوده. بالمناسبه ايضا فريق يعني اليو ديانج ايضا تلقى استدعاء من منتخب مالي طبعا الانضمام لمنتخب مالي طبعا، وزي ما انت قلت طبعا اللاعب بيرسي تاو هيكون موجود مع منتخب الجنوب افريقي. لكن بنتكلم على مجموعه اللعيبه او الاربع لاعبين اللي يعني اللي انضموا او اختارهم روي فيتوريا. مستر كولر كان بيتمنى ان اللعيبه دي تكون موجودين مع فريق النادي الاهلي، خاصه ان فتره الاعداد هتبقى هي يعني في بعض اللعيبه
موضوع ليها برنامج غذائي معين، موضوع ليها برنامج تأهيلي معين، خاصة ان الفريق خد فترة راحة 21 يوم، وبالتالي اللعيبة فقدت كتير جدا من المعادن، من التكوين الجسماني، من الامور الخاصة بالعضلات، وبالتالي بعد القياسات تم وضع برنامج. البرنامج ده كان هيتنفذ على مدار ايام المعسكر، واعتقد زميلي احمد يعني كده نتفق في هذا الامر، ان العائد والفائدة اللي على تبقى على مش على النادي الاهلي فقط، ولكن ايضا على المنتخب المصري، حالة الفوقان اللي يكون عليها لعيب النادي الاهلي هتنعكس اكيد على المنتخب المصري. اكيد الكابتن خالد بيبو مستر مارسيل كولر كان يتمنى ان اللعيبه تكون موجوده ويتم الاستجابه طبعا لطلب النادي الاهلي ببقاء لعيب المنتخب المصري يكونوا موجودين مع النادي الاهلي. زي ما قلنا الاستفاده مش هتكون للاهلي فقط، لكن الاستفاده ايضا تكون للمنتخب المصري، خاصه ان مباراه اثيوبيا ليست مباراه ذات قيمه بالنسبه للمنتخب المصري. صحيح. على كل الاحوال انا بشكرك شكرا جزيلا فاروق، دي كانت اخبار فرقتنا في النمسا، كل التوفيق. وخليني